في البداية بمسح الكابتن مصطفى عبده وبقول له كل سنة وانت طيب ووحشنا، ويا رب مزيد من التألق. كابتن اسلام الشاطر حبيبي واخويا طبعا، ودايما يعني بيساند كل الناس وعمره ما اتأخر عن حد، هو حبيبي واخويا الكبير، وبتمنى له التوفيق ودايما متألق ومنور الدنيا كلها. كنت حابب اذكر بس كده من ضمن الحاجات اللي فاكرها الكابتن اسلام، وكان الكابتن بركات، كان ماتش بين الاهلي وبتروجيت وانا كنت لسه بلعب في بتروجيت، والماتش ده كان في السويس، كان تقريبا الساعه 3 الا ربع كده العصر، وكنت بلعب انا واسامه محمد ناحيه الشمال، والكابتن اسلام بيلعب ناحيه اليمين، وكان قدامه الكابتن بركات. كنا عاملين ماتش كويس جدا انا واسامه، وكان الكابتن اسلام دايما بينادي على كابتن بركات، يا ابني ارجع انا بلعب لوحدي ارجع. كان الكابتن بركات طبعا انتوا عارفينه كان دايما يعني مشهور بالهزار والضحك، كان يقول لك لا انا مش راجع، روحوا عليه روحوا عليه انتوا الاثنين بقى. عملنا ماتش كويس جدا، وجه الكابتن اسلام كان مستر مانويل جوزيه غيره في الشوط الاول وهو خارج، قال له ارتحت يا بركات ارتحت. جه كابتن بركات قعد يضحك وقال لنا يا جدعان ان انتوا خلصتوا على اسلام. وجه كابتن بركات كان يفتكر ان هو هيلعب مكانه وهينزل حد يلعب مكان الكابتن اسلام، فوجئ ان الكابتن جوزيه بيقول له مستر مانويل جوزيه بيقول له ارجع بركات مكان اسلام، ونزل حد لعب مكان بركات. جه كابتن بركات قال لنا ولا انت وهو ما شوفش حد فيكم هنا روحوا الناحيه التانيه. ده كان من ضمن الحاجات المواقف اللي كانت حلوة بين الكابتن اسلام والكابتن بركات، والواحد طبعا ما ينساش بينهم مواقف كتير جدا، وانا بحب الكابتن اسلام والكابتن بركات على المستوى الشخصي، ان هم فعلا ناس محترمة وناس كان دايما بيساعدوني انا على المستوى الشخصي في النادي الاهلي، وده من جيل الذهبي للمنتخب وللنادي الاهلي. بالتوفيق دايما يا كابتن اسلام، ودايما كده موفق، ودايما يعني زي ما الناس بتقول ما بتسيبش حد الا لما بتساعده كده. ربنا يوفقك يا كابتن اسلام حبيبي يا كابتن. شكرا يا كابتن وليد، واعمل حسابك انك معانا في حلقه هنا ان شاء الرحمن عشان ندي لك جزء بسيط من اللي انت قدمته للنادي الاهلي بصراحه.